राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसे रबा मेरे हाल दमे है रम तू इश्क दा जहर चखा दे तू जब मांगू तब भर दे झोल فرحان بدي تجيب لي شي اكله كتير جوعانة تكرمي ان شاء الله تنجح خطتي شايفة صارت كتير حلوة لما لبستيها عجبتك؟ ايه كتير حلوة لأنه أنا اللي جبتها امشي صدقيني أنا من كتر ماني فرحان ومبسوط جاي على بالي خبر كل العالم إني رح صير أب قريباً بس لازم تعرف إنه بس يجي الولد رح يضل يبكي ويعذبك ورح نتعب معه كتير ها؟ ماني مصدق امتى رح يجي ابني وشوفه بين ايدي لحبيب ابوه أرمان 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 كاشف إيه بعد إيدك عني بتعرفي قديش إلي ناطر هي اللحظة؟ لك اترك لي إيدي رح أتركها لما أخذ اللي بدي إياه فشرت عينك جيت تعال بسرعة خليه بعيد عني بترجاك ساعدني كيف بتسمح لحالك تمد ايدك عليها؟ فرحان شو عم تعمل؟ ما شفتي شو عم بيساوي؟ لك فهمني انت شو جابك لهون؟ فرحان انت شو جابك؟ شو جاي تعمل هون كاشي؟ يلا احكي هي لك احكي هي يلي قالت لي اجي لا مو صحيح لا صدقني يا فرحان انا ما قلت له شيء ما
شو معلك؟ على القليلة احترمي إنه زوجك ماله زمان متوفي. أقسم بالله أنا ما قلت له شيء. فهميني لكان، شو عم يعمل كاشي معك بالبيت؟ عم تتسلوا ما؟ زارين بترجاكي تصدقيني، أنا ما بعرف. خلص حاجة كذب. أنا وفرحان شفنا كل شيء بعيوننا. يعني بدي أفهم ليش ما عم تصدقيني؟ كانت مقطوعة الكهرباء وأنا طالعة من غرفتي ما لقيته غير بوشي لأخوه. ها، كاشي صار ساحر هلا، ما هيك؟ طيب كيف فات على البيت؟ سكروا على هالسيرة هي. خلصنا بقى. معك حق. تارا بكفي حاجة تضحكي علينا. أخي فرحان بترجاك صدقني، والله العظيم أنا مظلومة. بكفي، ماني عرفانة إنك وقحة هيك. بعدي عن زوجي. وقحة؟ إيه طبعاً وقحة. لكان شو بتسمي اللي كنتي عم تعملي؟ روحي على غرفتك وبس تجي خالتي منتحاسب. انقلعي. لا مستحيل، ما عم صدق قديش نحنا كنا مخدوعين فيها. أول ما طلعنا بتروح بتتصل فيه. بس لو ما تدخلتي كنت رح أربيه لأخوك. شو؟ هلأ طلع الحق على أخي؟ فهميني شو جابه لهون؟ إيه بسيطة، قالت له إن الحالة قام إجا لهون. لا، أنا بعرف تارا منيح، هي مستحيل تعمل هيك. لأنه شي ما بيتصدق. قلتك شو رح تعمل خالتي بس تعرف بهالمصيبة؟ ليش ناوية تخبريها؟ أنت برأيك أمي ناقصة تسمع هيك قصة ونحن ما صدقنا كيف صارت منيحة؟ يعني شو بتحب أعمل؟ بدك يعني خبي عن خالتي هذا التخبيص اللي عم تخبصه مرت أخوك؟ أي أكيد، وهذا الشي اللي رح تساوي. بعتذر، ما فيني خبي عليها. إذا صار شي بعدين مين رح يكون المسؤول؟ شو صاير لك زاري؟ لنفترض إنه هي غلطت، ما بيصير نحن مباشرة نحاسبها قبل ما لا هذا مانو غلط أبداً. بترجاك لا تضغط عليه.